بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اهلا بأحبائنا في اسرتي ايقونه في الكنيسه، الصداقه بين الزوجين او ازواج واصدقاء. من علاقات المحبه والصداقه اللي لازم تكون واضحه بطريقه عمليه في كل اسره وفي العلاقه بالذات بين الاب والام او الزوج والزوجه، ان نكون مفتوحين فلا نجامل بعضنا البعض بطريقة تخفي الحقيقة. بمعنى ايه؟ ان كل انسان كل زوج يجد في زوجته نقطة عايزة تتحسن يقولها لها، ويقولها لها بطريقة لائقة طبعا بدون سخرية وبدون جرح، والعكس صحيح. الزوجة من حقها انها تقول لزوجها على ملاحظاتها في سلوكه وفي تعاملاته وفي حياته بصفة عامة بأسلوب لطيف، بأسلوب دون أن تجرحه أو دون أن تهز كبريائه. يقول الكتاب المقدس في سفر يشوع بن سراخ: إن فتحت فمك على صديقك فلا تخف. يعني في الصداقة مفيش خوف إن الواحد يقول يفتح فمه ويتكلم، فما بالنا بالزوجين. تاني يقول: إن فتحت فمك على صديقك فلا تخف فإنه يصالح، إلا في التعيير بدون تعيير، والتكبر بدون تكبر، وإفشاء السر والجرح بالمكر، فإنه في هذه يفر كل صديق. يا سلام على حكمة الوحي المقدس. بيقول لنا افتحوا قلوبكم لبعض ولا تجاملوا، لكن نظهروا الحقيقة بأسلوب رقيق، بس ما يكونش فيه لا تكبر ولا تعيير ولا إفشاء السر للآخرين خارج الأسرة، أو الجرح في الكلام أو مكر في الكلام، فإنه في هذه كلها يفر كل صديق. يعني تنكسر علاقة المحبة والصداقة بين الزوجين. الصداقة يا أحبائي ليها صفات حلوة، بحيث إن كل واحد يبقى مطمئن للآخر ومستعد يسمع ويفتح ذهنه قبل ودانه وقلبه قبل شفتيه للطرف الآخر، لأن هذه هي المحبة الحقيقية. أيضا الصداقة كل طرف بيساعد الآخر على تطوير فكره، بيشاركوا الفكر وبيعرفوا الأفكار الجديدة وإزاي نناقشها وإزاي نستفيد منها في أسرتنا وإزاي نتعامل مع المجتمع من خلالها. كل واحد بياخد معرفة بيكمل معرفة الآخر وبينمي وبيطور معرفة الآخر لما هو صالح لينا احنا الاثنين، واللي يساعدنا احنا الاثنين ويخلينا احنا الاثنين ننمو كده في الفهم والإدراك أمام المجتمع وأمام الكل. الصداقة الحقيقية بين الزوجين بتخلي كل إنسان منهم على طبيعته مع الآخر، ويثق إن لا أحد، لا الزوج يفشي أسرار زوجته ولا الزوجة تفشي أسرار زوجها، زي ما بيقول الوحي المقدس على لسان يشوع بن سراخ: الذي يفشي الأسرار يهدم الثقة ولا يجد صديقا لنفسه. يمكن أشرنا للنقطة دي في حلقة قبل كده، لكن نأكد عليها لأنها بتكون سبب تعب لأسر كثيرة جدا جدا، وتسبب إحراج. وياما بنشوف مثلا زوج مثلا ممكن ما يجيش كنيسة لأن زوجته بتحكي على عليه أو علاقتهم قدام أصدقائه حتى لو في الكنيسة، أو العكس صحيح. أو أولاد أو بنات ممكن ما يقربوش للحياة الكنسية ولل الأنشطة الكنسية لأنهم بيشعروا أنهم مكسورين أمام الآخرين من خلال إفشاء بعض أسرارهم حتى لو كانت تبدو أسرار بسيطة وتافهة. نحن يا أحبائي نحتاج حكمة شديدة لتكون العلاقة في بين الزوجين علاقة تبني، علاقة تساعد على بناء بعضنا البعض، علاقة تحفظ أسرارنا، وعلاقة أيضا تساعدنا أننا ننمي أنفسنا ونطور أنفسنا ونسمع بعضنا البعض نصايح بعض
بدون مجاملة ولكن أيضا بدون تعيير أو استهزاء أو استخفاف. فلتكن هذه الصداقة هدف في حياتنا، في هدف كل زوجين، سواء زوجين يعني في أول زواجهم أو حتى بعد فترة سنين طويلة، وممكن بعد حتى ما أولادنا تكبر نقعد ونفكر هل نستطيع أننا نقيم علاقة صداقة حقيقية بيننا مبنية على مبادئ نقية ثابتة طاهرة مقدسة تخلي علاقتنا مفرحة وناجحة، ولإلهنا المجد دائما أبدين أمين.